ورياضيا، انتهت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر من وضع الخطة الأمنية الخاصة بتأمين مباراة نهائي كأس مصر بين فريقي الزمالك ووادي دجلة، والتي ستقام على ملعب الجونة بالبحر الأحمر بدون جمهور، وذلك لأن الحالة الأمنية لا تسمح بصفة عامة بحضور الجماهير. نشد اللواء حمد الجزار مدير أمن البحر الأحمر المواطنين بالحفاظ على الصورة الحضرية التي تتمتع بها المحافظة باعتبارها محافظة سياحية وعدم الدخول في مهاترات في محاولة لحضور المباراة، مؤكدا أن الخطة الأمنية الموضوعة قائمة على شقين: الأول لتأمين مجريات المباراة والمداخل والمخارج بالاستاد، والشق الثاني لمنع حضور أي جماهير. يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم التدريب بملعب المقاولون العرب استعدادا لمباراة إياب نهائي دور أبطال إفريقيا الأحد المقبل أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي على ملعب المقاولون العرب. وقرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة محمد يوسف التدريب على ملعب المقاولون حتى يعتاد اللاعبون على أرضية الملعب التي تخضع حاليا للإصلاحات بناء على تقرير اللجنة الهندسية التي تم تشكيلها بمعرفة المهندس هشام سعيد رئيس اللجنة المنظمة لمباراة العودة. من جانب آخر، قال يسري الباجوري المدير التنفيذي لنادي المقاولين إنه سيعقد اليوم اجتماعا مع مسؤولي الأهلي والكاف لتحديد المدرجات المخصصة للأهلي وأورلاندو، مشيرا إلى أن إدارة نادي المقاولون طالبت بطبع 25,000 تذكرة فقط للمباراة، وذلك لدواع أمنية. مستمرين مع حضراتكم في الحياة الآن، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا.